اليوم غادي نتعرفوا معاك على الفوائد الجميليه للازير. يعني تنعرفوا على انه الازير هو نوع من النباتات العشبيه اللي عندها فوائد مميزه جدا، يعني كتستعمل في الكريمات، في المراهم الطبيه، كنستعملوها في الطبخ ديالنا، عندها فوائد جميليه عديده جدا، خاصه بالعنايه بالشعر وحتى البشره، باش كنتخلصوا من جميع المشاكل ربما اللي كيعانيوا منها السيدات والشابات. فاليوم بغيو نعرفوا اكثر هاد الفوائد ديال الازير والعشبه والزيت، اكيد غنتكلموا حتى على الزيت. بالطبع هذا اكيد، لان الازير كيف ما قلتي هو واحد العشب النباتي اللي كنستعملوه بزاف في الاطباق ديالنا، يعني في المطبخ، وهو عنده واحد الفعاليه لا من يعني في الشق الجمالي حتى هو، لا بالنسبه لفروه الراس ولا بالنسبه للبشره، لانه كيتستعمل كيف ما قلتي حتى في مواد طبيه وفي مراهم الى غير ذلك. علاش؟ لان الازير هو كيتعرف عليه انه مضاد للجراثيم والفطريات اللي خصوصا اللي كتكون مسؤوله على القشره اللي كتكون عندنا في فروه الشعر. كيحتوي على ماده الكافور وهي مضاده للاكسده، فيها احماض مطهره اللي كتساعد لنا على ابطاء انتاج دهون الراس اللي كتكون زايده. كيف الناس اللي كيعانيوا من الشعر ديالهم كيتزيد، يعني كيكون عندهم لو سيبوم ني با ايكيليبري، دونك كنستعملوا بخاخ ديال الازير اللي كيساعدنا باش الشعر ديالنا ما كيبقاش كينتج واحد الكميه هائله من الزيوت واللي كتخلينا اننا كتجبرنا اننا ديما نكونوا كنغسلوه. وهذا كنعرفوا بان ملي كنغسلوه بزاف راه كيولي مضر بالصحه بالنسبه للشعر ديالنا. فوالا، بالاضافه ان الازير يعني كيعمل على تطوير الشعر بواحد الشكل اللي كيكون سريع جدا، يعني ملي كنبداو نستعملوا بخاخ او لا زيوت او لا يعني النقع ديال ازير كعشب او لا كنستعملوه حتى مطحون يعني في مكونات اخرى، فهو كيعمل لنا على تسريع يعني النمو ديال الشعر ديالنا، كيزودو بالقوه، يعني كيغذي البصيلات بواحد الطريقه اللي كتكون فعاله جدا، وهذا كله كيؤدي لنا تسريع النمو ديال الخصيلات والتكثيف ديال الشعر ديالنا. كما كنعرفوا ازير هي واحد العشبه كما قلنا، يعني نبات عشبي كيعمل في نفس الوقت على تحسين الدوره الدمويه في فروه الراس، وهو كيكون افضل حل بالنسبه لتساقط الشعر والنمو ديالو. اييه كيقوي الشعر مزيان. فوالا، بالنسبه للبشره فانه كيعمل يعني بنفس المبدا، فهو مطهر للبشره ديالنا، يعني الناس اللي كيعانيوا من فطريات الاكزيما، مشاكل ديال حب الشباب خصوصا، فهو كيحد من الالتهابات، من المشاكل اللي كتكون عندنا في البشره، لانه ما كيخليهاش تتكاثر كيف ما قلنا، لانه هو بمثابه مضاد للفطريات اللي كنحاربوها في البشره ديالنا او في الشعر. يعني وكيساعد وي يعني هادو كيف ما فهمنا معاك، يعني اليزير ماشي عنده غير فوائد جميله على الشعر، يعني بصراحه دائما كنتكلموا على اليزير في الشعر، وبالنسبه للبشره بزاف السيدات اللي كيتخوفوا منه، واش هو من الزيوت اللي هي قويه يعني مجهده بحال زيت القرنفل بحال زيت المطار مثلا، ولا هو واحد شويه الزيت اللي كيكون مجهده، يعني بالنسبه للبشره الحساسه ديالنا ما كنستعملوهاش مباشره، ضروري كنخففوه، وكاينين وصفات على حسب المشكل اللي عندنا كنستعملوا فيه زيت ازير، يعني فوالا كمطهر كنقدروا نستعملوه في طونر، نحضروا به واحد طونر اللي باش ينقي لنا البشره ديالنا من البكتيريا، وفي نفس الوقت ملي كنستعملوه كزيت اولا حيت كاين حتى الماء المقطر ديال الازير اللي كنستعملوه، فهو كيعمل يعني سواء استعملنا في فروه الراس اولا في البشره ديالنا عنده واحد الفائده اللي فريمون جيده جدا، وهي كتعمل على الاسترخاء النفسي للشخص. كيحسن لينا من يعني تهبط لينا درجه التوتر، لان ملي كنبقاو نشموا هذيك الرائحه ديال الازير كنحسوا براسنا اننا كنتنعشوا كنطرخاو، ما كيبقاش عندنا هذاك لو ستريس بيرمانون اللي كيكون عندنا في راسنا، اولا الناس اللي كيعانيوا مثلا من الشقيقه، ملي كنديروا يعني كنديروا واحد الخلطه اللي فيها مثلا الشقيقه ديال الازير سواء زيت او لا غبره كنستعملوه او في الماء ديالو بخاخ على البشره ديالنا بنفس يعني طريقه على حسب كل وصفه اللي بغينا نستعملوا، فان وجود ازير كمكون من المكونات في هاد الخلاطات كيساعدنا على تحسين التنفس، الدوره الدمويه، الاسترخاء، سان انتي ستريس، ان انتي ديبريسور، يعني كينفعنا حتى في الحاله النفسيه ديالنا اليوميه. اييه
يعني عنده فوائد كثيرة. هادشي علاش كيف قلتي يعني بالنسبة لليزير كمساج كيساعد على الاسترخاء يعني بالنسبة للجسم كله، وحتى كيف قلتي في الأول كينشط الدورة الدموية ديال والبصيلات ديال الشعر، حتى الواحد إلا دار بيه واحد المساج يعني بشكل اللي هو مخدوم مزيان حتى هو غادي يريحو، كاين الواحد كيحس بصو أنه مرتاح الشعر ديالو خفيف، كيحس انه مرتاح والشعر كيعطي واحد اللمعان كيكون جيد قوه جيده بعد ما كنغسلوه. هذاك الدعك اللي كنقوموا به في فروه الراس منها كيطهر لنا فروه الراس وما كيخليش لنا الفطريات تكون يعني تكاثر او لا تنتج لنا قشره في الشعر ديالنا، منها كيحفز الدوره الدمويه، وخصوصا حنا كنعرفوا طريقه المساج اننا كنديروها عفوا واحد الطريقه اللي كتكون يعني الشعر ديالنا في الاتجاه المعاكس للجسم ديالنا، يعني راسنا كيكون هابط باش كيسهل علينا ضخ الدم في الاوردة الدمويه وخصوصا في الراس، وكيولي كيتنقل بسرعه. ملي كنقوموا بهذاك المساج منها كنستافدوا بواحد الفتره ديال الاسترخاء، راحه نفسيه، وفي نفس الوقت تغذيه متكامله لبصيلات الشعر.